حد قبل كده جرب ان هو يربي كلب مشلول؟ علشان انا بمر بالتجربه دي. امبارح دخلت على الكلبه بتاعتي عندها 4 شهور ونص وهي الوحيده اللي باقيه في اخواتها، علشان افاجئ ان هي عندها شلل في الجزء الوراني كله، الرجول الخلفيه بالديل بعضلات البطن، مفيش احساس في ولا واحد من دولت، ولا واحد من دولت بيتحرك اساسا. خدناها ورحنا للدكتوره بسرعه علشان نكشف عليها، وابتدت ان هي تشكها زي الدبوس كده، والكلبه مش حاسه باي حاجه. اديتنا ادويه وروحنا تاني على البيت علشان نبدا ان احنا نمشي على سيستم علاج معين ونمشي على سيستم اكل معين. التجربه جديده بالنسبه لي وهتكون صعبه جدا. الكلب ما يكونش عنده تحكم ان هو يروح مكان يعمل فيه تويلت او بيبي، لازم انت تشيله وتحاول ان انت تعوده على حاجه زي كده. اتفرجت على صور وفيديوهات لزي عجل كده بيركب للكلاب بحيث ان هو يساعده في الحركه، بس ان شاء الله الموضوع ده مش هيستمر كتير، وعندي امل ان الموضوع ده هيخف قريب جدا. فما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوني هنا علشان تعرفوا حاله الكلب ده اول باول. سلام.